السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام القادمة، قالت إن في استقبال لرياح أوروبية باردة. هنعرف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. حذرت الأرصاد من استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على مختلف الأنحاء بسبب استقبال رياح شمالية باردة قادمة من أوروبا، تدفع كميات كبيرة من الرطوبة على السواحل الشمالية، تؤدي إلى تكاثف السحب الممطرة هناك، وفي طبعا هتكون شديدة جدا الرياح دي. بالنسبة لأماكن سقوط الأمطار، قالت إن هتتوافر فرص سقوط أمطار غزيرة، ممكن في اسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، رفح، البحيرة، كفر الشيخ، العالمين. وكشفت إن خرائط الطقس من المتوقع إن تمتد الأمطار من خفيفة لمتوسطة من مناطق جنوب الوجه البحري، وهتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا وسيطرة الأجواء الباردة. وكمان قالت إن في حجب أشعة الشمس بسبب سيطرة الغطاء السحابي على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء باردة. ومن المتوقع إن الأمطار هتمتد لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مساء، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر من غزارة الأمطار وتلاشي التواجد في أماكن تجمع الأمطار، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، والقيادة بهدوء تام، خصوصا إن الأمطار تؤثر بشكل كبير على حركة المرور وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، لذلك يجب أن توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار. قالت إن درجات الحرارة هتكون توقعاتها على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة مئوية و9 درجات ليلا، والسواحل الشمالية هتكون 16 درجة مئوية نهارا 11 ليلا، جنوب سيناء 21 درجة نهارا، وكمان شمال الصعيد 18 درجة خلال ساعات النهار 6 خلال الليل، جنوب الصعيد 22 نهارا 9 ليلا، سانت كاترين سالب 1 درجة مئوية ليلا. وبعد كده قالت أهم حاجة إن انتوا تتوخوا الحذر خلال القيادة وخلال كمان السير في وقت المطر، وكمان ممكن يكون في شبورة مائية خلال الصباح الباكر. كده يبقى احنا اتكلمنا عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، ودي حالة الطقس المتوقعة من بيان هيئة الأرصاد الجوية. لو في أي جديد هتلاقوه في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة، ومع السلامة.